السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لكم، سلام لكم من مدينة أكسفورد العريقة. اليوم مع أخونا فيصل ومع المجموعة ما حبوش يهدروا. أخ فيصل، فيصل واش راك فيصل خويا؟ لاباس الحمد لله. واش راك خونا صالح؟ ربي يحفظك يا خويا، زاير مدينة أكسفورد الله يحفظك. كيف راكم هنا عايشين خويا فيصل؟ بارك الله فيك على الدعوة هذه. انتم عندكم رانا كيما نقولوا هنا في أكسفورد، رانا خدامين الحمد لله ما شاء الله. كيما نقولوا أكسفورد مدينة كستودنت خدمة، ناس عاقلين ما شاء الله. نقولوا عندها تحب ستودنت تاون ولا بايسيكل تاون؟ قول لي خويا فيصل، هذا الشارع هنا رانا في كراولي راود. ايه ممكن نزيدوا شويه فوتو الراندابات هذاك ندخل تبدا السيتي سنتر. تبدا السيتي سنتر من هنايا؟ جوست مور الراندابات. هنا عدد الجزائريين كاين بكثره ولا شفت الطلبه بزاف هنا؟ كاين هنا، كانت زمان ناقصه شويه، مي دوكا الان الحمد لله كاين فاميليا، كاين الحمد لله كيما نقولوا الجاليه راهي كبيره. قول لي المعيشه هنا كيف اخويا فيصل؟ واش المعيشه؟ انا واش نقول لك اخويا صالح، انا المعيشه ما شاء الله، اللي حاب يخدم اللي حاب يكون عاقل يستقر يكون عاقل، اللي حاب خدمه كاينه، اللي حاب يقرا يقرا، اللي حاب يدير ستاج الحمد لله كاين كله. ومشي بعيد على لندن، ماشي بعيد على 85 كيلو تقريبا. واحد ساعه. قضيه السكنه كيف؟ مشكل السكنه هنايا، السكنه هنا شويه غاليه كيما اسمو كيما لندن، براسك هنا أكسفورد كيما لندن هو اغلى من لندن على حساب الحاله. شويه على بالك مدينه راقيه هنايا. هنا يعني باش كل ستودنت يجوا كل دول العالم. يجوا افري وير، على هذيك اللي غاليه شويه. ثم كنتوا في لندن؟ احنا زمان كنا في لندن في ولتامستو. علاه بدلتوا المكان؟ جات هنا علاه؟ واش من حاجه؟ جينا جربنا هنايا ولقينا هنا ارحم واحسن. ما كاش لهذاك، ما كاش لندن ستريس كبير، ستريس ترافيك، ستريس كل يوم تجري. هنا انا الحمد لله ربي باقي السر، مدينه صغيره ربي باقي السر ان شاء الله، ربي يستركم ان شاء الله ويوفقكم. اللي حاب يستقر مرحبا به. هكذا رانا هنا ونديروا اللي نقدروا نديروه. الله يجازيك، الله يكثر امتعتكم ان شاء الله، وربي يوحد قلوب الجزائريين. كل جاليه راهي اللي في اليد جزائري ما يبات برا والله يجوع. اخويا ورام توعنا؟ لا وانتم ما حبش تهضروا. هضروا واش راكم؟ لاباس عدل؟ واش راكم؟ ربي يحفظكم واياكم. صحيتوا كلمه الناس يشوفوكم على المباشر. ربي يحفظكم ان شاء الله، يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. كاين نهر هنا ولا ريفر هنا؟ واش كاين؟ عاملك الريفر. كاين هذا المودلين كوليج، هذا بيلونغ تو أكسفورد يونيفرسيتي. هذا البيلدينغ هذا طويل هذا هنا. هذا شغل بارت اوف أكسفورد يونيفرسيتي، جزء من الجامعه. ها ملك الطلبه جايين تخرجوا هذا، شوف. الشيء الجميل هنا ان شوارعها مختلفه، البنايه تاعها قديمه، بنايه قديمه. هذو اقدم جامعه في بالك، اقدم جامعه هنا. فهمت هنا تمتاز بالدراجات، كاع بالدراجات. شوف هاي الدراجات. هذا الباص يدير لندن. أكسفورد توب هذا. عم تخرجوا، كاين اللي تخرجوا. شوف هذا أكسفورد اكزامينيشن اون ذا ليفت هنايا، هاي مكتوبه اكزامينيشن سكول. هكذا يجوزوا انا جابوا لهم يبيعوا الورد المتخرجين والمتخرجات. 100000 باريال عمي صالح هير اخويا، 100000 باريال هكذا. يس. هذا كوينز كولج، هذا بيلونغ تو أكسفورد يونيفرسيتي. كوينز كولج هذه كلها طر هكذا. توريست بزاف. توريست هنا ما يعني عام و 12 شهر ما شاء الله. بالمناسبه نحيوا خوتنا اللي عم يشوفوا فينا، عم يحييكم المشاهدين المتابعين في كل مكان. بيج براذر، كاميرات في كل مكان. هذه كنيسه قديمه، هذه كله بنايه قديمه. هذا كله، هذه هنا رانا في الهاي ستريت. هاي ستريت. هنا شوف هذه الجامعه، كل منطقه في كل جزء فيها جامعه، هنا كلها جامعه متواصله سبحان الله. الشيء الجميل هنايا
ان الجامعه تحكم في البلديه، مصاريف تدخلها الجامعه اكثر من البلديه. صح برايوريتي اوكسفورد. المعيشه هنا كيف كيف؟ مش غاليه بزاف والله كيما لندن والله، فيما يخص الماكله كاين كلش. كاين كلش، كاين الحاله كاين هذا تجيري خونا عمار نقضوا عليه يبيع اللحم حلال، يبيع اللحم حلال كلشي كاع ما شاء الله. كاين بزاف الحوانت الجزائريين ولا لا؟ لا كاين واحد، كاين شويه باكستان، كاين مغربي، اليمنيين بالك. اليمنيين ماكاش، ماكاش انا كاين فين شيفيلد اليمنيين. اليمنيين فوق في يا خويا، الله يقدركم ويوفقكم ان شاء الله بالتوفيق. خويا عادل واش قلنا؟ واش حبيبنا الاخر اسمه عبد الملك؟ واش قلنا؟ واش حاله؟ والله الحمد لله عمي صالح هكذا. شوفوا في اليوتيوب بك، انا في اليوتيوب راك على المباشر، راي في الفيسبوك يا خويا لازم تروح بلا ما عنديش فيسبوك ما نقدرش نشوف روحي. دوك نطلعها في اليوتيوب بعد ان شاء الله، فهمت؟ وريني هاو وريني وخلاص. خويا دوك نشوفوا ان شاء الله. اخونا خويا خويا عبد الملك، وي خويا صالح، هنايا سبحان الله المنطقه هادئه بصح نصهم هذو سواح، حبوا يجوا هنا. شوف خاصه الاسبوع، شوف ها خاطرش ممنوع، شوف غير الباصات هذا ممنوع السيارات و خويا فيصل. نعم صالح، هنا واش عجبك هنا في اوكسفورد؟ قول لي حاجه، لي حاجه مهمه هنا في اوكسفورد. يعني المعيشه هنا ما فيهاش المشاكل، يعني كيما نقولوا مدينه بلد بلد سيف. عاصمه العلماء هنا، عاصمه العلماء هنا اللي ما عرفش يقرا وسيف هناك هكذا. سيف الكرايم مكاش؟ لا لا مكاش، انا نخسر الكرايم يا خويا ربي يستر. ايديوكيتد صالح، هذه بارت فاني اوكسفورد يونيفرسيتي. هاي شوف هذه قديمه، هذه شوف هذا راح يشوف ها هم يشوفوا هذا سانكرا كرايس، هذه تاعهم تاعهم اقدم الم جو سواحنا تاعهم. هذه كلها تبع الجامعه، شوف هذه كلها. طبعا الحافله لا تختلف على لندن، لندن حمراء هنا كل كل الوان، الاصفر والاخضر والمزركش، خاص فيها غير عادل. اسمع فيصل، فيصل انا عم صالح هنايا 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 كي تشوف هنا تمشي ترتاح هنايا. لا لا هنا ترتاح يعني هذا متحف تاع اوكسفورد هنا، شوف هذه التاون، هذا ميوزيوم ايه. مورا تاون هول، هذه اوكسفورد، هاي البلديه هاي هذه اوكسفورد اوكسفورد ايه. بلديه اوكسفورد، بلديه اوكسفورد هذه البلديه منظمه. شوف اللي تساعه ايه، لا لا ما نقدرش ندخلوا هكذا، ممنوع ممنوع نقدر نباركيو هنا واحد ان شاء الله ان شاء الله. هنا غير بيدستريان برك ايه، هذه ثم غير ولا بوليس امرجنسي هبطوها اوكي اوي هبطوها عندي الفكره ما تقدرش تدخل. لا ما نقدرش، هنا رانا في الهارت اوف اوكسفورد. هذه فيها ما هي ما هنا ما مركز تجاري ربما هنا. منا مركز تجاري كبير كبير منا يا خويا، بارك الله فيكم يا خويا عبد الملك، ربي يجازيك عادل. رشيد خويا ربي يحفظكم. رشيده راك ساكت يا رشيد، واش قشينا راه بالمناسبه نحيوه بلجيكا راه يتابع. عبد الرحمن تحياتي لك من الاخ عادل، راك راهم جماعة اوكسفورد يحيوا عليك. هذا واحد قاشينا، جماعة قاشينا الله يسلمك. قاشينا قاشيهم كاع كيف كيف والله يا قاشي عبد الرحمن، هذا قصة قصة. انا قاشي واحد الله يبارك، ربي يبقي السر ان شاء الله. امين. اخوي عبد الملك، عبد الملك الله يبارك، تلفتوا لي فيصل مع عبد الملك. خويا فيصل انا عم صالح مش عارف بلي حلك خويا الاخر تلفت له الاخر. اسمع رشيد قال واو هذا هو. هذي داروا كاميرا كاشي خونا فوزي ثانية. الله يبارك، ربي يبقي يستر ان شاء الله. كان واحد خونا فوزي في ايرلندا، داروا كاميرا كاشي الواحد، السيد قالوا ريحنا في الدار، في الدار دوك تخبالو، وراح الاخر جا طقطق عليه قال لي كيف خرج هكذا كتوم. الله يبارك، ربي يبقي يستر عليكم ان شاء الله. خويا فيصل نعم قول لي هنا الخدمه كيف، هنا واحد يخدم هنا بالنسبه للخدمه تاعكم؟ هنا اللي يجي جدد بلي بار يبداو ديليفرو هكذا يبداو ديليفرو بالفيلو ولا بالموطو،
ومن بعد ما راهم بلي طار كاين خدمات عند اخرين كيما حنا رانا واش مانا نخدموا انا طاكسيات. تخدم عند روحك؟ انا نخدم عند روحي برايفت هاير. كاين بي ام دبليو صالح تريكريتي هكذا بي ام دبليو تريكريتي كاين شركه تاع بي ام دبليو كبيره بي ام دبليو بصح اللي عنده كوارتو هذه في عندك وقت ما عندوش يبداو هنا المشكل ما ساتل من دوكا بعد الخروج من المجموعه بريطانيا من المجموعه الاوروبيه اصبحت الساتلمنت على بالك كيف صرا دوكا واحد يجي من اوروبا لازم له بيرميت ورك بيرميت فهمت على بالك واش دير كي تدير لابليكيشن تاع التليفون تاعك يشوفوك بلا غير دخل الفوتوكوبي تاع الجواز صور الفوتوكوبي تخرج حياتك كاع عند الهوم اوفيس فهمت دخل غير سكاني تصويره سكاني الاخر يخرج تاع شكون كاع راح هذاك تدرح ما كانش هكذا زمان صعبت فبالتالي الساتلمنت مشكله كبيره دوكا الا واحد ربما عطى له ورقه يخدم بها ثقه فهمت فمشكله كبيره ربي يكون مع كل واحد خوتنا ان شاء الله لكن مازال الرزق خير كاين الناس تعاون بعضها وكاين واحد يدخل واحد يخدم وراك تعرف كيفاه صح فهمت اللي حي رزقه معاه اخويا العزيز ربي عز وجل كل واحد خلق له رزقه معاه فهمت هنا واش كاين حديقه اللي فيها هذه بوتانيك جاردن هذا هذه مليحه يا مليح هذه لازم لك ويكند واحد اخر عمي صالح علامه قوي ليها الحديقه هذه لا لا ونمشوا باش الله يبارك هكذا اه كان لي بالطوموبيل وكان فيصل راكم لاباس اموركم واش تحكي لنا كيف الحاله كيف راكم الحمد لله كما يقولوا مستوره مستوره الحمد لله كما يقولوا مع الوقت مع كنا في البلاد وكيما جينا اه وي تبدلتوا جيتوا فلاشين في البلاد جيت هبط بالطوموبيل لا لا هبط بالطياره هاي لاباس 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 ربي يقدركم نعم بالنسبه للناس اللي راهم يحوسوا على خدمه اللي راهم جديد راك تحط بها في المشورات من داك ايه الناس هذه اللي راك تحوس على خدمه بيسكلات وساكود وغاطلك على ربي راه خاطر ما كانش عنده المشكله هو ماشي يخدم في سبيطار ولا يخدم كاش بلاصه زعما كبيره ولا معايا المشكله يا عاد الخويا كيجي جديد إيه؟ مع الطريق هنا مختلفه على الدول الاخرى إيه؟ ديجا شهر با يتعلم الطريق فين يمشي هو قبل ما يسوق البيسكليت يتعلم يضرب راسه وتخاف الخرجه الدخله مش كيف على كل حال عمي صالح كاع كنا هذاك بشويه بشويه يفتح ربي سبحانه امين امين إيه؟ بيسكليت واب وساكود ويتكل على ربي يا خويا نتمنوا الخير لكل واحد ان شاء الله ان شاء الله جميع ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله عليكم سعيد خويا فيصل كي واحد يجي جديد هنا وما يعرفش على بالك كلش السياقه تختلف اها على اليمين والناس ممنوع وقله ممنوع الدخله غير هكذا آه وي. فهمت اكشي عندنا آه. الله يبارك انتم عندكم عقل ماشي حتى زياده اه بس المشكل لازم يحفظ الطريق فيمشي اولا كيما خونا بالموطو هذاك اللي مات مسكين في الموطو في لندن ربي يرحمه فبالتالي لازم لك تعرف الطريق على الاقل تعود فهمت فيصل فهمت على الطرقات على اللافت والرايت ايه لا توعي والف ان شاء الله اللي يجي كما يقولوا ماشي حاجه صعيبه هكذا والله ماشي حاجه صعيبه عبد الملك اروح اشوفك اروح اشوفك اروح هاي الناس اللي ما يشوفوكش مخبي ها واش تقول لهم هاكم تشابه الله يبارك واش من اعز الجيران انا كي جيت لاكسفورد نحس بالغربه زعما ماشي 100% 20% ربي يبقي السر ان شاء الله ربي يبقي السر يا خويا جيراني والله من اعز الناس ربي يقدركم خويا عادل نعم نصيحتك لخوتنا اللي يجوا واش النصيحه لهم نصيحة لهم والله غير تكل على ربي وبدا تخدم وصلاتك ورضي والديك اللغة واللغة لغة سي تعلم اللغة كمل لهم آه حرفة ايه الحرفة الحرفة والرزق ربي سبحانه عمي صالح انسان يكون عاقل ويخاف ربي سبحانه وكل حاجة تجي كل خاش ماشي كلشي راح يجي هكذاك معايا كل حاجة تجي بالعقل الله يزين العقوبة امين امين ويحد قلوب ان شاء الله وحد القلوب ويحل القلوب بالجزائريين ان شاء الله ان شاء الله امين كاع المرضى ان شاء الله امين امين وربي يفتح علينا كامل ان شاء الله امين خويا عادل وياك 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 خويا وياك وياك مازال هنا برا نشوفك ربي يحفظكم اخر كلمة خويا خويا فيصل اخر كلمة واش نقول عبد الملك ارواح ماكش رايح تقول كلمة اخر كلمة صراحة يعطيك الصحة اللي جيتنا واللي حاب يجي مرحبا به هنا في اوكسفورد ربي يقدركم ان شاء الله نقول لهم رانا هنا باللي حاجة اللي نقدروا نديروها ربي يحفظكم ان شاء الله وهذه هي وشنو هذا هو طبع الجزائري الطيب هكذا هذا الجزائري اللي عرفنا هكذا احنا دخلنا جدد عاونونا احنا كنا خدامين سمعنا بصالح جا حبسنا الخدمة وجينا نشوفوا صالح ربي يحفظكم يا خوتي وبارك الله فيكم المحبة هذه وان شاء الله ربي حبكم الله هذا اللي حببتوني فيه ادعونا معكم امين امين ربي يشفي كل مريض ويرحم موتى المسلمين ان شاء الله ربي يحل على كل مغبون ان شاء الله ان شاء الله اللهم امين ان شاء الله عبد الملك وي عبد الصالح واش تقول اخر كلمة اخر كلمة هي لا بروشين ان شاء الله
عمي صالح عيط بكري دورو بكري عمي صالح بكر روحوا البوطه جينا بكري احنا ديما نعس 3 اصبع من لندن رحنا شفنا واحد مريض ربي يشفيه ان شاء الله ادعوا له زوروه نحب يزوركم ان شاء الله زوروه هذا مريض هنا واحد مسكين ربي يدعو له بالشفاء ان شاء الله بارك الله فيكم السلام عليكم السلام عليكم